بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نشوف مع بعض افضل 16 موقع تحمل منهم فاميلي. تمام، اول موقع طبعا اوتوديسك سيك، ده الموقع بتاع اوتوديسك، بتلاقي فيه فاميلي كتير جدا واغلبها من شركات، يعني مثلا ممكن مثلا شركة كارير اللي هي بتعمل تكييف تلاقيها عاملة حاجة خاصة بيها، ال جي عاملة برضو فاميلي خاصة بالتكييف تلاقيها موجودة فيها، شركات الابواب عاملة برضو فاميلي خاصة بيها. ف الموقع طبعا ده الاساسي بتاع اوتوديسك، وهتلاقي فيها الاثنين سواء الوحدات البريطانيه او الوحدات الامريكيه. تمام، انا شخصيا بفضل البريطاني لان بيبقى بالمتر وهو ده الانسب لشغلنا، فما بنتعبش في الفاميلي ديت، فلما بنلاقي فاميلي مترك بيبقى افضل بكتير. تاني حاجه بعد كده ال NBS ناشونال بيم لايبراري، دي مكتبه كويسه جدا ومكتبه يو كي بريطانيه، والفاميلي فيها مجانية ومعتمدة ومظبطة على المقاييس الصحيحة ومطابقة للأكواد وكل حاجة. فالمكتبة دي ممتازة جدا، ان بي اس ناشونال بيم لايبراري، والبيم ستور ده يو كي. كل الحاجات دي هتلاقي الروابط بتاعتها اسفل الفيديو فما تقلقش خالص. بعد كده مكتبة البيم اوبجكت دي رقم 4، فيها حاجات امريكية وحاجات بريطانية وشبيهة للاوتوديسك سيك، تقدر تدور فيها في كمية كبيرة جدا من المنتجات المصانع وحاجات كويسة. رقم 5 مودلر، ده فيها حاجات أمريكية وفيها حاجات بريطانية بس الأمريكاني أكتر. بعد كده روبي سكتش، ده موقع أسترالي وفي حاجات كتيرة معمولة بالسكتش أب بس بتنفع تشتغل كفاميلي. بعد كده ساتيسفايد باي، ده بريطاني موقع محترم وكويس. في موقع اسمه فاميليت، ده موقع اتذكر ان هو فيه تقريبا 30,000 فاميلي، من الموقع كويس جدا واللي انا شخصيا نزلت المكتبه بتاعتي كلها قبل كده واشتغلت بيها، روعه. فاكر ان هو من تقريبا من 2009 موجود. في موقع اسمه ريفت سيتي، بس للاسف في بعض الاماكن بتلاقي الموقع ما يفتحش معاها، بس هو موقع فيه فاميلي كتير جدا واغلبها بيبقى معمول شيك وروعة وبيديك ان انت تضيف الفاميلي اللي انت عايزها. رقم 10 اركات، تمام، ده شركة منتجات شركة ومجاني. بعد كده سمارت بيم لايبراري، بعد كده في موقع اسباني اللي هو بيم ايتيكا، في موقع بيم كاتالوجز بتلاقي فيها حاجات كتير من منتجات شركات، في موقع بعد كده بولينتس ده اوروبي، في اخر حاجة بيم بوكس ده بريطاني، او في كمية كبيرة قوي من الفاميليز. اخر حاجة الشركة نفسها، يعني انت مثلا لو انت عايز تحط فاميلي لشركة مثلا زي مثلا كارير، هتدخل على موقع كارير او في جوجل تكتب كارير ريفيت فاميليز، هيدخلك على الصفحة بتاعت الشركة ديت اللي هي بتعمل الفاميلي وتروح محملها. كل شركة يعني مثلا شركة مثلا ال جي مثلا بتبقى عاملة جزء كده الفاميلي، هيت زي ما هي بتعمل كتالوجات بتعمل كاد وبتعمل بيم وبتعمل ريفت، فبتروح داخل على ريفت وتنزل الملف اللي انت عايزه. في بعض الشركات بتبقى عاملة ار في تي او ده بتاع مشروع، بتدخل بتلاقي كذا نوع من الفاميلي موجودة، في بعضها بيبقى عامل ار اف اي فاميلي تخش تحملها في قلب المشروع على طول، وفي بعضها بيبقى عامل اي اف سي ده بتعداد مشترك بين البرامج. كل الحاجات دي موجودة تقدر تحمل زي ما انت عايز، الروابط كلها اسفل الفيديو. اتمنى ان انت ما تحملش غير اللي انت محتاجه بس، لسبب ان هي لما تحتاجها هتخش هتلاقي في ابديت، هتلاقي الحاجات موجودة، ما فيش حاجة بتتحط وبعد كده تتمسح. ما تشغلش بالك ان انت المشروع تحمل فيه فاميلي كتير قوي، لا حمل بس في المشروع اللي انت محتاجه بس. الفاميلي كلها بتبقى موجوده على النت، بتزيد ما بتقلش. لو حد عمل فاميلي عربيه او اسلاميه يا ريت يحملها على النت، ما يبخلش بيها، لان الناس كتير كل شويه بتقعد تعملها وما فيش حد بينشرها، بينما بتلاقي الحاجات اللي هي الاوروبي موجوده كتير بتسهل على الناس الشغل. فبدل ما كل شويه واحد مثلا شغال في فيلا عربي يبدأ يعمل الموضوع من الاول، لا يلاقي الحاجات موجوده على النت، ارفعها على موقع اوتوزيك سيك او ريفيت سيتي بحيث انها تبدأ تبقى موجوده ومنتشره عند الناس.